يومين ينظم المعهد المتوسطي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ندوة دولية حول أوروبا المغرب الهجرة الإفريقية ورهانات حقوق الإنسان. الندوة تروم التعرف على سياسة الدول الأوروبية في مجال الهجرة وكيفية تدبيرها للمشاكل والتحديات التي يطرحها إدماج المهاجرين. نبيل أزرقان، محمد الناصري. العمق الإفريقي للمغرب حاضر بكل التجليات خلال هذه الندوة الدولية حول الهجرة الإفريقية ورهانات حقوق الإنسان. على مر التاريخ كان المغرب أرضا للهجرة الإفريقية، فأضحى أرضا للاستقبال، معطى حتم التعاطي مع تحدي تدبير الهجرة وحماية حقوق المهاجرين. السياسة ديالنا هي مناسبة لإعطاء حلم مغربي جميل للمهاجرين اللي كانوا غادي يغامروا بحياتهم باش يدوزوا الضفة الأخرى، وبالتالي تنعتبروا هذا اللقاء هذا لقاء لتكريس هذا التوجه ديال بلادنا في اتجاه احترام حقوق الإنسان، احترام الكرامة الإنسانية، في اتجاه كذلك تطوير العلاقات اللي عندنا مع عدد من الدول سواء من جنوب الصحراء أو من جهات أخرى. تطبيقا للمبادرة الملكية المتعلقة بإشكالية الهجرة، أطلقت عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، سجلت 15,000 طلب تسوية وضعية الأجانب من أكثر من 90 بلدا عبر التراب الوطني منذ بداية السنة. أن يقتبس المغرب وأن يستفيد المغرب من هذه التجارب حتى يتمكن من وضع سياسة للهجرة يعني قادرة على الاستيعاب كل إشكالات المطروحة ووضع سياسة عمومية في هذا الموضوع، ونود في النهاية الوصول إلى توصيات نقدمها إلى السلطات العمومية المغربية في الموضوع. هذه الندوة الدولية تحاول استلهام التجربة الأوروبية للخروج بمقاربة عمومية وطنية تواجه تحديات وإكراهات مستقبل الدول المتوسطية في ظل هجرة تحترم حقوق الإنسان.